منذ تحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعد إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من شهر حزيران المقبل، تباينت وجهات النظر حول مدى القدرة على إجراء الانتخابات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وفي خضم استمرار الصراعات السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر الانتخابية، نشر موقع بلومبيرغ الأمريكي تقريرا أشار فيه إلى أبرز التحديات التي تنتظر الكاظمي والتي تتمثل بتلبية مطالب المتظاهرين وإنهاء صراعات الطبقة السياسية وقبول مجلس النواب بالموعد المحدد لإجرائها. الموقع الأمريكي أكد أن الكاظمي ورث تركة صعبة من الحكومات السابقة وأن الإصلاحات الشاملة التي يدعو إليها بحاجة إلى غالبية برلمانية، وهذا يمثل أكبر التحديات المقبلة وسط انهيار الاقتصاد، والفساد المتفشي داخل المنظومة السياسية، وأزمة الكهرباء، وهذا يتطلب أموالاً هائلة لتوفير الحلول المطلوبة. خبراء أكدوا أن الكتل السياسية ستعمل على المماطلة حفاظاً على مصالحها داخل النظام السياسي. كما أن إيران تعمل على ترسيخ مصالحها من خلال الإبقاء على النهج الطائفي داخل المنظومة السياسية، خاصة في ظل عدم امتلاك الكاظمي لكتلة سياسية داعمة له. اللجنة القانونية النيابية أكدت أن الدوائر الانتخابية في القانون الجديد تواجه الكثير من المشاكل الجغرافية والسكانية. فيما كشف برلمانيون عن وجود مساع سياسيه لاضافه بند يتيح للكتله الفائزه بالانتخابات المقبله تشكيل الحكومه. العمليه الديمقراطيه تاتي هذه المره مختلفه عن خمس تجارب سابقه كونها جاءت تحت ضغط شعبي وبقوانين انتخاب تهدد بعض الكيانات السياسيه بالزوال وهو ما يمثل طوق نجاه للعراقيين من الوجوه الفاسده. ليبقى السؤال الاهم في هذه المرحله هل سينتج عن الاحتجاجات تجمع سياسي يمثلها في الانتخابات